بالنسبة لأحداث الأمس، حبيت نمد فقط باش يكون هذا الفيديو ك ممكن نقدر نقول وثيقة للتاريخ، نفخ فيها هذا الناس المجرمين اللي راهم حاكمين مقاليد البلد وحاطين أرواحهم دولة، يعني مع أنهم هو الدولة صافي دو كما نقولوا. إذا خرج بالأمس رفقة ابني بعد ما صلى الجمعة، إذا رجع للبيت وخرجنا مع بعض، التقينا مع الأستاذة صالحة شاكر. أنا كنت بالشعار تاعي كالعادة، ومن بعد رحنا في اتجاه وسط المدينة، تلاقينا مع مجموعة أخرى، كانوا 2 فقط أو 3، 3 عفوا. كي وصلنا لمنطقة عندنا هنا في جهتنا دار الشباب، حبسنا ثم وبدينا نردوا في الشعارات. لكن قبل ما نبداو نردوا في الشعارات، كنا شفنا وصلهم رجال الشرطة يدوروا، أصلا كي شافوني داير الإعلام ورفض الشعار عفوا، يعني جاو رجال الشرطة شافونا من بعيد، بداو يتبعوا فينا بعينيهم، يعني ما مدلناوش لينا، وكانت سيارة من بعد سيفيل دلت لينا، ما على باليش واش قالوا لنا. انا ما حبيتش نرد عليهم لانه بالنسبه لي سيفيل، يعني ما نتكلمش معاه لانه ما عنده صفه، مانيش عارفه شكون هذا الانسان سيفيل باي حق يتكلم معايا. وصلنا للطريق، قلنا وصلنا للنقطه اللي التقينا فيها عند دار الشباب، وبدينا نردوا في الشعارات. اذا بمجرد قل يا ربي 5 دقائق او اقل من ترديد الشعارات، وجدنا أنفسنا محاطين بكتيبة من رجال القمع الوطني، منهم وأكثرهم باللباس المدني وقليلهم باللباس الرسمي. إذا تقدم واحد لنا وقالنا يا أخي على بالكم بلي ممنوع التجمع. قلت له علاش ممنوع؟ بأي حق؟ وأنا نتكلم معاه قدم واحد وسحب مني الشعار تاعي. اذا كي سحب مني الشعار تاعي، هذا كان سيفيل اللي سحب مني الشعار. اذا التفت ليه، جاني من الخلف وسحب مني الشعار، التفت ليه لقيته سيفيل، قلت له انت شكون؟ من تكون وباي حق تسحب مني الشعار تاعي؟ ف رد عليا هو، قال لي انت وشكون؟ وانت وشكون؟ قلت له انا مواطنه بكل بساطه، أنا مواطنة، يعني الجراد تاعي مواطنة، يعني أنت والناس اللي مخدموا فيك أنتم في خدمتي وليس العكس. إذا كي تكلمت كيما بدا يعنف فيا، طبعني وحاول يسكتني. ابني من بعيد كي شافهم يعنفوا فيا حاول يجي باش يتدخل، لأنه طبيعي يشوف ابني يشوف أمه تعنف بالشكل هذا في الشارع على مرأى من الناس ومسمع، طبيعي راح يكون رد فعل تاعو بهذا الشكل. اذا كي شافوه جاي باش يتدخل، هجموا عليه 3 شدوه، هو دافع على نفسه. اذا 3 هذو ما قدرولوش، لانه ابني رياضي ويمارس الملاكمه، فبالتالي حاول يدافع على نفسه بطريقه معينه. كي ما قدرولوش 3 هذوك ضربوه، طاح في الارض. حسب ما يحكي روايته هو، كي طاح في الارض واحد ضربه بوجهه بالحذاء تاعو اكرمكم الله، ومن بعد طيحوه على وجهه وداولوا الاصفاد في يديه من اللور، ربطوه هكذا وطيحوه في الارض، وتلموا عليه حوالي 10 او 13 شخص. تخيلوا هذا المنظر، يعني 10 او 13 شخص، مانيش حاصيتهم، يعني يفوتوا العشرة، مش نقولوا هاجمين على واحد في الارض معفسين عليه. في هذيك اللحظه انا مش نقول لك، يعني تحركت عاطفه الامومه، فرحت مباشره حاولت ندخل في وسطهم ونجبدو، ما قدرتش، ما خلاونيش، دفعني واحد عنفني، زدت رجعت، زدت دفعني واحد اخر، زدت رجعت. اذا هذاك اللي دفعني انا شديت فيه، شدت فيه وسحبته، مع انه جثة ضخمة، ما على باليش كيفاش صار الامر، لكن سحبته وجبدته وطبعته. والكلمة اللي قلتها له انا شافي عليها، لانه في ذاك الوضع كان الانسان نوعا ما ماهوش مركز مليح.
قلت له راك خالص من جيبي، راك خالص من جيبي، ماشي باش تضربني، باش تحميني. ومن بعد رفدوا الأستاذة صالحة في السيارة، والآخرين اللي كانوا معنا ثاني رفدوهم. ومن بعد شفت الفارس ما لقيتوش، على ما يبدو هو ثاني رفدوه. كنت نحوس عليه من السيارة السيارة نجري، واحد من الضباط اللي بالسيفيل كي شافهم ساكتين ما شدونيش، قال لهم واش راكم ساكتين، واش راكم تستناو، علاه راكم مخليين هات، راكم ساكتين لها، يعني يحس فيهم باش يجوا يعنفوني. اذا هجموا عليا اثنين، وثم الوالد تاعي كان شاف الوضع، انا شفت الوالد تاعي شاف الوضع هذاك، زدت ارتبكت يعني، غاضني ابي في عمره 82 سنه، كان خارج من الجامعه، ابي حاول يدافع عليا مسكين، شدوه وانا غاضني، شفت الابي حبيت نروح ليه باش نشدو، تحاموا فيا زوج ودخلوا لي راسي وطبعوني في السياره لداخل، وداونا لمركز الشرطه. كي لحقنا مركز الشرطه هبطنا من السياره، اللي كان يسوق في السياره اللي كنت فيها يسب ويطيح في الكلام. دخلنا لمركز الشرطه، رئيس امن الدائره ونسميه بالاسم شبيره محمد، سب يطيح في الكلام ليا والاستاذه صالحه شاكير بدون وجه حق. فارس وش حكى لي، انا ما شفتوش كي دخلوه لمركز الشرطه، ما كنتش معاه. بعد التعنيف اللي صار له في الشارع والهجمه اللي هجموها عليها، بعد ما في السياره كي رفدوه في السياره، ايضا قال لي واحد شدني وعطاني بنيه لدماغي هنا، وراني صورت جميع الكدمات ومبادره راني نحطها في ملف. اذا ضربني قال لي بالبنيه لدماغي، هذه وحده. قال لي زد كي الحق لمركز الشرطه، واحد هذا نفسه اللي ضربه بالبنيه لدماغه ضربه بكوش بيه طاح في الارض في داخل مركز الشرطه. اذا يا خوتي راني نقول لكم في الاحداث اللي صارت روايتي انا وروايه ابني فارس، يعني لا ازيد ولا انقص. اذا ضربوه في الشارع اكثر من 13 شخص كانوا فوقه يعنفوا فيه، ولي منوط في يديه وهو يعيط، والدم كان يسيل من نيفو لانه نيفو هنا تحل. الثاني شيء عنفوه داخل السياره اثناء النقل، اعطاه بنيه لراسه. ثالث شيء ضربوه بخوش بي داخل مركز الشرطه طاح في الارض. نفس اللقطه تاع الاخت هذيك اللي في وهران العام كيما هجموا عليهم، ضربها هذاك السيد وطاح، نفس اللقطه هكذاك. اذا هذه الاحداث اللي صارت تقريبا، التعنيف اللي صار، الاخوين والله ما على بالي واش صار لهم، اخذوا اقوالنا، داروا لنا المحاضر، طرحوا الاسئله العاديه تاعهم، شكون يخرج فيكم، واش راكم تحوسوا من هذا الحراك، وما هي مطالبكم، الى غير ذلك من الاسئله التافهه تاعهم اللي راهم عارفين اصلا اجوبتها يعني. طبعا انا ما سنيتش على، ما وقعتش على المحضر، رفضت التوقيع، لكن ابني ما كانش ما عرفش الاجراءات، وحتى انا ما نبهتوش من قبل للاسف، وقع على الاقوال تاعو. لكن كي سالته قلت له واش تقساوك، واش الاسئله والاجوبه اللي جاوبت، يعني ما كانش امور يعني اللي ممكن يستعملوها ضده، الحمد لله، لكن وقع. هذه هي، شدونا حتى تقريبا المغرب، ومن بعد داونا المستشفى باش يديروا لنا الشهاده الطبيه بين قوسين تاع الخرطي تاعهم، يعني الطبيبه واقفه وهم واقفين عند راسها وكتبت يعني اشهد انه كذا كذا، يعني حتى الطبيبه ما تقدرش حتى تنوض تقلب هذاك الانسان اللي جابه لها، المفروض الاطباء هذو يجيبوا لهم هذا الناس اللي من طرف الشرطه يا اختي باش تقولي جو سوسين، يعني اشهد انه الفلان او الفلانيه كذا وكذا فيه كذا، او مليح ولا مش مليح، تقلبي حتى تكون شهادتك مقبوله. هذه هي. ومن بعد رجعونا وكملوا الاجراءات مع الاستاذه صالحه، داروا لها صوروها واخذوا بصماتها، وانا الامور ما داروش معايا لانهم داروهم ديجا من قبل لما تم اعتقالي في 19 جوان. هذه هي هذا وش صار تقريبا بالامس، يعني قمع غير مبرر تماما. كان بعض رجال الشرطه يقول لك
تكلم معايا واحد او اثنين منهم حاولوا كما يداروا على الجرائم تاعهم. يقول لي الخبزة، هذه الخبزة. قلت شوف يا اخي الكريم، انا وش نقول لك، كلمة واحدة فقط، ما ردش، ما نكثرش معك الكلام. ابن تيمية، الشيخ ابن تيمية شيخ الاسلام، لما تم اعتقاله وجاه الجلاد، قال له اسمح لي يا شيخ، فأنا عبد المأمور. ماذا رد الشيخ ابن تيمية؟ قالوا لولاكم لما ظلموا، لولاكم لما ظلموا. إذا هذه هي الكلمة اللي لازم يفهموها أخواتنا في الأسلاك الأمنية. وأنا قلتها لهم البارح، قلت ليهم يعني الضباط صغار وحتى رئيس أمن الدائرة هذا شبيرة محمد، قلت لهم شوفوا يا خوتو، شوف يا أستاذ شبيرة، يا سيد شبيرة، أنا مشكلتي ماشي معك، مشكلتي تماما ماهيش معك ولا مع الضابط الفلاني ولا العلاني، أنا مشكلتي مع سيادك الناس اللي راهم يعطوك في الأوامر الفوق. حتى المراكز تاع الشرطة يعني كي تدخل ليها مقززة، ظروف العمل تاعكم مقززة. يعني بعض الأحيان الإنسان يتأسف لحالكم عايشين هذاك الأمر وتضربوا في خاوتكم اللي حابين لكم، حابين يحروكم. شوية منطق فقط، هذا مكان. على كل حال خوتي، تقريبا هذا ما حصل، وراح نحاول ندون هذا الكلام في ندونه كتابيا باش الأمر يرفع على أعلى مستوى. ونطلب من كل خوتي اللي تعرضوا للقمع ايضا يقوموا بنفس الشيء، لانه هذا العصابه يخوفهم، ما تخوفهم الا الامور اللي تجيهم من وراء البحار. اذا نحن لكم بين قوسين، هذا السيد رئيس امن الدائره كيسبني البارح. قلت له شوف، هذه المره الثانيه وانا التقيك، لكن تاكد انه باذن الله اسمك سيتشرف في محاضر شكاوي على مستوى هيئه الامم المتحده باذن الله، وحتلقى مفاجات في الايام القادمه مباشره. سحب روحه وراح سكت. اذا هذا ما يخيفهم. اذا خوتي الاعزاز، هذا تقريبا وش صار، قمع غير معتاد. بارك الله فيكم مرة ثانية على تضامنكم معي، جزاكم الله خيرا، ومعذرة أيضا على عدم وضع الشعار تاع الجمعة 107، حتى ما كانش الوقت باش نعاود نخدم واحد آخر. راح نحاول كما درت في الجمعة 70 ناخذ صورة، باش ما تقولوش فوتوشوب، ناخذ صورة من صور شعاراتي القديمة ونكتب عليها عن طريق الهاتف الشعار تاعي تاع الأمس وننزله من بعد. ما عنديش الوقت باش، لانه ياخذ وقت صنع الشعار. هذه يا خاوتي، بارك الله فيكم، ربي يجازيكم خير. تحيه لمدنيه ماشي عسكريه. تاكدوا انه ما قمتم به بالامس وكلامي موجه للعصابه ما يزيدنا الا اصرارا، يعني زدتونا وقود باش نزيدو نكملوا، ما تخوفوناش. السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم يا شبه الجزائر، السلام عليكم يا مواطني، السلام عليكم يا الشعب الوطني، السلام عليكم أنا الوطني شعبي. السلام عليكم خاصة يا سيد وزير العدالة زلماطي. بعد ما شفتوا هاد لا فيديو سمعتوها مليح، قولوا لي شعلت فيها من الكذبة، شوفوني شعلت فيها من الكذبة. أولاتها قالت لكم، اسمعوا مليح واش قالت لكم، قالت لكم كنا انا وهذه صالحه ووليدي، كنا ثلاثه داك الاربعه، كي وصلنا المدينه قدام دار الشباب شافوا لا بوليس جايه، سيفير اكثرهم سيفير، كان بزاف سيفير بصح كانوا غير شويه تاع لا بوليس، ستادير داروا لهم بياج، كانوا معاهم سيفير، هادو ما شويه تاع سيفير واللي باقي كاع بوليسيه، قد تقلبوا منهم، سمعوا مليح تقلبوا منهم، ما قالوا والو. قالت لك جات تانيك بور طوموبيل تاع سيفيل، تانيك طوموبيل تانيك كذبة سيفيل، قالت لك هادو ما تصير، ما بانش شكون هما هادوك، بصح ما عندهم نورمالمون ما يهدروش معاها،
المهم ما دارت والو، كرمات الدعوه زعما زعما كانت مع ولاد النور فيهم، قالت لك سكت، قالت لكم بعد هاتيك سمعوا مليح الكذبه. واحد قلب ليها قال ممنوع على الاخر لابول، ممنوع باش ديري الحياراك. ومن بعد جا واحد من اللور نحلها العلم، سمعوا مليحه، نحلها العلم من اللور. قالت له بسيرتك واش تنحي لي العلم، شكون انت باش تنحي لي العلم؟ قالت لك ايه. وجات قافله، هما كانوا غير في ثلاثه، صح جات قافله، سمعوا مليح، قالت لكم جات قافله تاع لابوليس منهم كثر سيفين كيتقلبوا ليهم. قالت لك كاينه حاله العلم، قالت له بسيرتك واش، قال انت وشكون؟ قالت له وانت شكون؟ قالت له شكون؟ قالت له انا مواطنه وانت راك خدام عندي، سمعوا مليح، هي هو هاد الشرطي او خدام عندها. المفيد هادي يا كذبه. قالت لكم بعد ذاتك ايه، قالت لك بعد ذاتك تهاوشت معاها، قالت لكم بعد ذاتك طبعها وبلا يعيط معاها. قالت لكم بعد وليدي من بعيد جا، شاف الامام من بعيد جا، يا اخي كنتي وليدك كان معاك خرج معاك الحيرات، كيفاش كان من بعيد وجا؟ خي كان معاك كنتو غير ثلاثة ولا أربعة هذا ما كان. المفيد قالت لك جا، قالت لك بدا يتهاوش معاهم، هو يتهاوش مع لابوليس، سمعوا مليح، هو يتهاوش مع لابوليس، تقربوا ليه ثلاثة باش زعما يكالميوه. قالت لك بدا هو على بالكم، قالت لك وليدها يدير البوكس، حاب يقول وسال الجلسة هذاك تاع لابوكس، حاب يدربو في يدرب فيهم لابوكس، قالتها بفمها، قالت لكم هو بوكسر. قالت كي ما قدروش باسكو لابوليس ما يدير والو، لابوليس عطاهم غير السلاح، ما يدربوش مدني، يدربو غير بالسلاح. قالت لكم كيما قدروا كيما ما قدروش هذوك ثلاثة، سمعوا مليح الكذبة واش هي تقول، كذابة. قالت لكم على حساب واش قال لي وليدي، واحد طيحوا في الأرض والآخر طاروا بكود بيي، ومن بعد داروا له لي مونوت، ومن بعد جاو 10 ولا 13 على حساب واش يقول وليدها، هي قدامه أو قدامه، هو جاي يدافع على يماه باسكو قدامه يماه، يماه جاي يدافع عليها، كي شافها من بعيد جاي يدافع عليها. شلا فاش كي شدوه كانت كان قدامها كذبه واش تكذب. قالت لك ما على باليش ولا كانوا 10 ولا 13 على حساب وليدي واش قال وياي معاه، هذه كذبه. قالت كي مالها 13 ولا 10 كيفاش هي على حساب واش قالها وليدها، وهو هما يضربوا فيه، ومن بعد هاتيك هو قاعد يحسب فيهم واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة، هو اللي كان يحسب، ما كانش يشوف الضرب اللي ما كانش يحسب الضرب اللي كان يضربه، كان يحسب فيهم. قالت لكم بعد هاتيك سمعوا مليح هالكذبة الثانية، ومن بعد هاتيك قالت لك كركروها إيه، من بعد هاتيك هي كي شافت هكذا كي تهاوشوا فيه دخلت باش تنحي لهذوك البوليسية، مع الوقت قال حسب واش قال وليدي، ومن بعد هاتيك قالت لك شنو كذبوها، ومن بعد هاتيك قالت لك بلي دخلت روحها باش نتفارقهم هذوك البوليسية باش نحيهم على وليدها، ومن بعد تكركرها واحد. ومن بعد هاتيك سمعك تشوف الحكاية، قالت لك ايه، قالت لك من بعد هاتيك رفدونا، رفدو صالحة، ومن بعد هاتيك رفدو هو داواه وليدها. ومن بعد هاتيك كي وصلوا كيبان وصلوا كوميساريا، واحد في الطونوبيل سباهية، واحد الشوفير هذايا يعني سائق بوليسي سائق سبا طيح لها. قالت لك يخرجوا منكم من الاخر دخلوا الكوميساريا، قالت لك زاد الكوميسار سبها وعطات اسمه سبها هو تاني طيح لها. قالت لك وعلى حساب واش قال لي وليدي، قالت لي قال لها يا ماما قال لها كي كنت في الطونوبيل عطاوني بدماغ، قالت لي بصح انا صورتها باش دارت في الملف، هي صورت هذيك كي عطاها بدماغ، المهم كذبه، صورت باش دير في الملف باش تبعتوه لونو باش يروح لونو. قالت لكم بعد هاتيك ضربوني يا ماما عطاوني بدماغ، وكي وصلنا كوميساري قالت لك عطاوني بكوت بيي، كنت سمعوا الحكايه. قالت لكم بعد هاتيك واسمها صالحة صوروها وداروا لها الاخر، انا ما صورونيش باسكو يعرفوني، صارت باينه بلي هادي هي تاع المشاكل تاع حكموها هادي جا من قبل تاع مشاكل، خاطش باش تزيد لنا مشاكل. قالت لكم بعد هاتيك داروا معانا الانتيروغاتوار، سمعوا مليح، داروا معانا الانتيروغاتوار. قالت لكم بعد هاتيك داونا ثمانية تاع الليل، داونا عند الميدسان، والميدسان هذيك هي طبيبة، هي تانيك طبيبة هذيك المرأة عجوزة، هذيك تانيك طبيبة، تعرف واش صرا كاع في الحراك على بالها كاع واش صرا عند الطبيب. قالت لك طبيبة واقفين عليها لابوليس، قالت لك ما قدرتش ميم با تجوز لنا الفيزيتا، نورمالمون تجوز لنا الفيزيتا، إيه باسكو ضربوها في كرشها، طيحوا لها الكلوة، وليدها تانيك طواها تانيك من اللور.
صالي عاتني قطعوا لها شعرها. المهم هاد الحكايه كاع خرطي. قالت لكم بعد تقسمها مليحه، قالت كي وسنعاودنا ولينا كوميساريا قالت لك معنا ما حبيتش نسيني البي في. بصح وليدها سينيا، قالت كي سقسيتو قال سينيت. قالت لك شتي، قالت لك والله غير نسيت وكان قتلو من قبل ما يسنيش. قالت ما وجدتش باش ما يسنيش. سولا فيج غادي الحكايه كاع كانوا موجدينها، داروا سيناريو نسب باش تقول ما بالك تسيني هذاك بي في هذا ما تسنيش. ها نسب باش تقول له هادوما كاع يقولوها، كي يقولوا كي يديروا هذيك لي فيديو ويقولوا لايف يقول لك احنا ما سنياش بصح صحابنا سنياو وما كاع كيف كيف. المهم ايه قالت لك رامي، قالت لك اسمعوا مني احنا رامي غناني عجبتني كي قالت لك بابا خارج من الجامعه، هو الجامعه كملت بعد ما ضربوا وليدها وطيحوه وهي تكركروها والدنيا والحاله. باباها خارج من الجامعه كي شافها هكداك قالت لك غادني غادني بابا 86 سنه خارج من الجامعه من جمعه مور الجمعه باش تشوف الخرطي. مع الاخر واش تقول لكم؟ قالت لكم انا رحت لعند هذاك الكوميسار قالت لكم ما تنساش، قالت له هذا الدوسيي يروح الامم مول مول البحر، هذا الدوسيي يروح مول البحر الامم المتحده. قالت لك هذاك الكوميسار حبط راسو راح. ومن بعد هذيك ايه انا عجبتني كي قالت واحد من الشرطي قال لها يا يما واش تحبي؟ قالت لها هذه الخبزه تاعنا. قالت لكم بعد هذيك قالت له شوف هذاك الشيخ الايمان ايه راه شاد واش يدير يا الشعب الجزائري، شوفوا شكون راه يمشي فيهم، شوفوا شكون راه يمشي فيهم. الشيخ هذاك واش قال ابن تيميمه واش قال كي جا واحد وحكمه ودار له شوفوا وين لحقنا سمعتوا. قالت له احنا من بعد هذيك واش قالت لهم؟ قالت لهم حنايا البوليسيه جينا باش نحروكم نحييكم العبوديه فهمتوا، بصح الدوسي يطلع الامم المتحده فهمتوا وين لحقنا يا شعب الجزائري. قاعد السينما سمعتوا يا شعب الجزائري السينما لما ماني دايرينها على ماش باسكو لوني بعثت لهم وقالت لهم بلي ما نحق نسحق حتى شكوى مادام البوليسيه ما ضربوكمش ومادام العسكر ما خرجوش ما داروا والو حنا ما نديرو والو. هادي تصرا في كاع البلدان في كاع في كاع الحراك في كاع لي مانيفيستاسيون تصرا هادية مناوشة هادي صغيرة. قالت لهم حنا نحوسو حاجة كبيرة الضرب لا تورتور حنا نحوسو العذاب. قالت لهم دونك ما كاش العذاب ما تعذبتوش ما كاش ما نديركم والو. الو هما واش ندبر عليهم بوشاشي طاب وبومالة والجماعة كاع دبروا عليهم هادوما راشد والماك دبروا عليهم قال لهم فوالا عودوا وخرجوا وتبلاو. قالوا لهم تبلاو شو كيفاش تتبلاو بوليسيه؟ قال لهم ميم كي تشوفوهم هكذايا كاش بوليسيه راه في يدو هكذا يحك راسو ولا يعيط لصاحبو هكذا بيدو قلو ارواح. قالت لهم صوروه كش ما كان هو ضربكم صوروهم بلي ضربوكم فهمتوا شام يديروا. سمعتوا يا شباب يا وزير العداله وين لحقنا وين الحقنا تافهه لم يديروها لنا يا وزير العداله يا سيد تبوك حبسوا نادي الفوضى هذه اللي صايره كلش خرطي. هذيك واش حبيت نسالكم يا شعب الجزائري قاعد الحكايه خرطي ونعود كل يوم نواسي دي فيديو هكذا ومادا بيكم يا جاسبورا مادا بيكم هاد لي فيديو قسموهم 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 ولي يعرف فريمون لي عايش قدام الامم المتحده مادا بيه يطلع هاد لا فيديو باش يوري لهم لوني بعت هاد لا فيديو لوني باش يشوفوا الكذب لما يكذبوا على على الحكومه تاعنا، الكذب لما يكذبوا على الامن الوطني تاعنا، الكذب لما يكذبوا على الجيش الشعبي تاعنا. تحيه الجزائر تحيه الجزائر تحيه الجزائر تحيه رئيسنا تكون حفظه الله ورعاه احتراماتي وتقديري وتحياتي الجيش الشعبي الوطني والامن الوطني الشعبي. يلا دياسبورا اقسموا هذه فيديو اقسموهم لازم الشعب الجزائري لازم تعرفوا كاع واش صاير في الجزائر كاع خرطي كاع هذو واش يحكوا لكم كاع كذب في كذب.